ستاج محمد الكليه ديالي مو ستاج. السكنه سي البرنوسي عمارة دو رقم 9. وشنو المشكل اللي عندك؟ مشكلة سيدي اللي عندي شريت واحد الدار من عند واحد السيدي من فاميلت واحد رئيس الجامعة، هادو سيدي باعوها ليا مزورة، والدار درتها أنا باسم المرا ديالي. كيفاش باعوها لك مزورة؟ جابوني سيدي جينا حطينا الفلوس 18 مليون اللي عند العدولة هادو اللي ب 17، وعطيناهم هما 2,40,000 إيجارة ديالهم للعدولات، وكتبوا لينا كتبة عاد ليا ملي جينا نطالعوا بالقاغط ملي خرج ما عرفت شي 20 يوم ولا 30 يوم من جابوه لينا، ملي جينا نطالعوا جبرنا شارين زينة. أنت على بالك بأنه شاري دار؟ شارين باعوا لينا الدار ملك ملك إياه، وكاين معنا السمسار، السمسار كاين باقي الآن باقي كاين. شحال اللي كانت هذه تقريبا؟ تقريبا سيدي فيها مكازا ودار فيها 168 متر. الأرض ديالها؟ الأرض ديالها. ودابا الآن حنا بمدة من 7 سنوات وحنا في الشرع كتبنا الوزير العدل، كتبنا الحقوق الإنسان، كتبنا لأي اتجاه. اش كتبتي لهم؟ شنو اللي كتبتي لهم؟ كتبنا لهم على الزوير. الشكايات؟ الشكايات، ما داروا معنا والو. كتبنا شي سبع شي تقريبا 7 سنين وحنا في المحكمة ديال المحمدية. الآن حنا استانفنا هاد الملف الثاني للاستئناف، أجنادو داروا لينا كراو لينا على واحد الولد. الولد كيفاش كراو لك الولد؟ كراو عليه ولدي. اتصلوا بالمحكمة وبالناس اللي ما عندهم اتصالات صحاح، هما كاينين شي 7 ولا 8 عندهم اتصالات صحاح بالمحكمة. ما الدري غادي مشى تما كان في البرنوسي غادي يجيب لاكارت، قالوا له البوليس تعال هنا. دابا غبروه لينا 8 شهور. الدري اسمه ياسين، موستاج ياسين، 25 عام ومجوج، عنده وليدات. لا مشى يجيب لاكارت ديالو، شدوا سيدي غبروه لينا هذه 8 شهور. ملي غبروه مشيت انا درت شيكاية للسيد وكيل العام. لا علاش غبروه؟ وشو قالوا لي راك غاصب دريه، ما كاين حتى لا اغتصاب ولا شي دريه تابعه ولا شي واحد تابعه، وشو تهدوا في الزور بالعاني باش وغبروا لينا باقي غابر الان. درنا الشكاية للسيد الوكيل العام، درنا الشكاية لرئيس المحكمة، درنا الشكاية لقاضي التحقيق، ودابا الدري دافنين لينا عندهم اتصالات. ما كاين حتى شي يعني الا كانت الدريه مصوبه او شي حاجه خاصها تكون سيرتيفيكات طبيه، وتكون عندها غاديين بهم شادينهم في وسط الدار او في وسط شي محل، ما عندهم حق الجدارميه ولا عند السيد الوكيل ولا شي باش يشد ليا الولد، يشدوا ليا الولد ديالي ويغبروه. ما خليت انا دخلت مشيت دابا ثاني حتى الوزير العدل للرباط، صيفطت برا السيد بن كيران رئيس الحكومه، صيفطت برا المفتيش وزارة العدل. سيدي باقي الآن ملي نمشي للنايب ديال السيد الوكيل وتاخذي ليا الولد ديالي، لا من خلاني درت ثلاثة المحامين ما عرفت سيدي هاد الدري بيو عندهم. أنا كنشرح. شدوا البوليس. شدوا البوليس ديال أنس. ما كاين حتى حاجه. ما نعرف الان ما كاين حتى حاجه. لا ولكن اللي غادي يشدوه وغادي خصهم يروضيوه للبلاصه فين دايره الشكايه هاد السيده. ما راهمش. شوف اسيدي انا فيت مني شاكي في الجدارميه، عندي معاهم دعوه. شكون الجدارميه؟ الجدارميه ديال 17. شحال هادي تقريبا؟ تقريبا هادي شي 7 سنين باش مداعي معاهم. هما الشكايات باقي عندي، دابا عندي دليل وعندي شكايات على الدار تقريبا 7 سنين. هادي حنا باقي في الشرع درك في استنافات على الدار مزوره، ودابا ملي ما لقاوش منين يدوزوا بغاونا يسمحونا الدار كراو لينا على الدري. عندهم هما اتصالات، عندهم اتصالات صحاح، خلاو لينا دابا الدري متلينا ملي ندوي عند الوكيل العام يجري علينا، نمشيو لعند نايب الوكيل يجري علينا، رئيس الغرفه كيقول لهم هذاك ما يدخلش هنا. مشيت لسيدي السيد الوزير العدل
جوج شكايات، مشيت ما خليت فين مشيت، اي اتجاه مشيت ليه فين ما مشيت جبرتهم هاد الناس قابين عليا وغالبين عليا بجهد مني. قلت لي بانه هذيك الضحيه ديك السيده اللي هي تهدت من ذلك، نعم اتي لانه دات واحد الاشهاد وحاكم القضاء ديالو كتقول لي بانه هي هذا السيد بريء ماشي اللي اختصر به. يا سيدي صيفطوا لينا جدارميه مع ولا السيد الوكيل استدعاء، ولكن ما استدعاو هاد السيده ولا باها تادو السيد تنشر. دابا تمنشر دابا الدري مغبرينو الان تمنشر قاضي التحقيق ماشي بالمحكمه، قاضي التحقيق ولكن قاضي التحقيق مع من مع من كيحقق دابا خصنا مع من غادي يحقق؟ فينا ضحيه كاينه ما كاين حتى شي ضحيه، ما كاين حتى شي ضحيه. اللي كون كانت شي ضحيه دير سيرتيفيكات طبيه ويكون عندها دليل وتما كاين عندها حق باش يشدوا هذا الود، الود ديالي بيو عند هاد الناس وما كاينش اللي يخرجوا. اللي مشيت ليه يجروا عليا اما عطاه ليه انني انا على الدم وسيطه صحيحه وانا راجل ما قديتش على هذا المشكل، وتقطوا لي على الولد ديالي والولد ديالي مجوج ما يكمي ما يسكر ما والو، انا اللي مربيه وانا خدمت 24 عام في التكوين الاطور مربي الولد ديالي ودي مربيه مزيان، وشدوا من اللي بغوني دابا نسبح في الدار اولا نمشي نقول لهم ها هي تناقموا من الدري تناقموا من الدري وشدوا. دابا الشكايات اللي درتي اللي درتي للوزير العدل اللي درتي للوكيل الملكي الاخير واش كاين شي واحد؟ والو اتيتي والو ما كاين اللي يجاوبني، ما الوكيل العام ما مدياش بيا، النايب ديال الوكيل العام كيهددني كيهددني يقول لي تمشي الا ما قدك وزير العدل سير القصر بحالك، يقول لي فيها الا ما قدك القصر لما قدك وزير العدل سير القصر سير خرج برا من هنا. كيهدوني يا سيدي انا راني وليت انا دروكا راني تحت تهديد، انا شي نهار يديروا لي شي سبه ويصيفطوني. انا كنطالب بان هو الولد ديالي خرج من من ما عنده حتى شي دليل باش نشدو، الولد ديالي غير مكري عليه بيوع الولد ديالي بيوع عندهم ماشي مظلوم بيوع عندهم مبيوع.